إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وصيتي لنفسي ولكم تقوى الله، فقد أمرنا ربنا بالتزود بالتقوى فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد أمرنا ربنا بالتقوى، وما زال ربنا قائلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نجدد التواصل مع الحديث الذي بدأناه، الحديث الذي قلنا عنه أنه من الأحاديث التي لا ينبغي أن يجهلها مسلم، بل وينبغي أن نحفظها عن ظهر قلب كما نحفظ الآيات من القرآن. هذا الحديث الذي اشتهر بحديث جبريل، لنلتقي في الحصة الثالثة. الحصة الأولى خصصناها لأهمية الحديث ولمكانة التعليم والعلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى أرسل أعظم ملك خلقه الله ليعلم الأمة دينها. والثانية تكلمنا عن جبريل، من هو جبريل، لكي نعطي القيمة الحقيقية للحديث. عندما يرسل الله سبحانه وتعالى جبريل ويتمثل جبريل في صفة بشر أمام الصحابة ويدخل المسجد ويجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله ويحصل بينهما تجاوب، هذا يسأل وهذا يرد، بل ويعلق عندما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ليعطينا أهمية تعلم الدين، وأن الدين ليست مسألة يمكن أن يتطاول عليها أي إنسان ويزعم أنه قادر على أن يعلم ويرشد الناس لدينهم. فلما أراد الله لنا أن نتعلم ديننا فإننا سوف نجد في الحديث كل المعايير وكل أقيسة وكل أدوات والوسائل التي من شأنها تبرز لنا قيمة تعلم الدين، وأن الدين ليس لعبة في متناول من هب ودب فيقول فيها برأيه وبما يهواه. واليوم نقف على معطى آخر في الحديث: أين حصل هذا اللقاء؟ لأن الحديث فيه معطيات وفيه مركبات. المركب الأول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. المركب الثاني جبريل عليه السلام الروح الأمين. والمركب الثالث الصحابة. والمركب الرابع المسجد. ولكن اليوم سنتناول المسجد، هذا المفهوم. فأول ما نقول وبتوفيق الله، لاحظوا إخوتي معي كيف سمى الله سبحانه وتعالى الأماكن الأخرى في الديانات الأخرى. نقول الكنيسة، أو نقول لها القليس،
نقول البيع، وهي كلها أماكن للعبادة في ديانة أصحابها. لكن المسجد اسمه الجميل، الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأماكن التي نعبده فيها بالمساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأن المساجد لله، وذكرها الله سبحانه وتعالى بصفة الارتفاع، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فعندما يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأماكن التي جعلها للمسلمين أن يعبدوه فيها، يصفها بالارتفاع، ويصفها بأعظم ما هو في الصلاة، وأعظم ما في الصلاة هو السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لم يسميها المراكع، لم يسميها المسابح التي يسبح فيها الله، لم يسميها أماكن الذكر التي يذكر فيها الله، بل سماها بأعظم ما يوجد في الصلاة، وهي السجدة، السجود. فقال المساجد، ليفهمنا نحن المسلمين أولا، إذا أردت أن تعرف قيمة الشيء فتعرفها باسمه، فعندما تسمع المساجد فتعلم أن هذه الأماكن تقربك من الله، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا المساجد جعلها الله للتقرب إليه، وجعلها له، لم يأخذ الله شيئا لنفسه ولم ينسبه لنفسه في القرآن كله إلا المساجد، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. فإذا المسجد مكان للعبادة، ومكان للتقرب لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبد يكون قريبا من ربه وهو ساجد. لكن هل يقتصر المسجد على التعبد وعلى السجود وعلى هذه الحالة؟ لا، الذي نقرأه ونحن ندرس الحديث نقرأ شيئا آخر كذلك، أن المسجد كان مدرسة، وينبغي أن يكون كل مسجد مدرسة. المساجد مدارس، هناك مدارس، هناك كليات، هناك بيوت للعلم، ولكنها لا ترقى أن تكون كالمسجد. ولهذا إذا تدبرنا في تاريخ الأمة الإسلامية عبر التاريخ، وجدنا أن المسجد كان محطة التقاء والتحام بين العبد وربه، وكذلك للأخذ والنهل من العلوم وتعلم الدين. فلهذا نجد جامعة قرطبة، جامعة القرويين، جامعة الزيتونة، جامعة الأزهر. عندما نذكر لفظ الجامعة إنما نقصد به مكان لتحصيل العلم، والدليل على ذلك تسأل في بعض الأحيان عالما أو تدرس له يقولك هذا خريج جامعة الأزهر، هذا خريج جامعة القرويين، هذا خريج جامعة الزيتونة، أستاذ بالزيتونة، أستاذ بالقرويين، أستاذ بالأزهر. ولكن هل وجدت هذه الجامعات بدون وجود مسجد؟ لا، إنما هي جزء لا ينفصل عن المسجد، وكان ذاك هو شأن الإسلام في تاريخه، أن المساجد الجامعة التي تصلى فيها الصلوات الخمس، وتصلى فيها صلاة الجمعة، ويؤخذ فيها العلم، ويدرس فيها العلم، ويتعلم فيها العلم، فتسمى المساجد الجامعة، تجمع الصلوات الخمس والجمعة، وجامعة يدخلها الجاهل فيخرج منها متنورا عالما، يدخلها الذي لا يعرف فيخرج منها وهو يعرف، يدخلها الضعيف فيخرج منها قوي، يدخلها العاصي فيخرج منها تائب، يدخلها البعيد عن الله فيخرج منها وهو قرب
من الله بطاعته بعبادته. فلهذا المسجد له أبعاد سياسية اجتماعية اقتصادية عسكرية، له كل الأبعاد في حياة الأمة الإسلامية. للتوضيح، الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن إذا أردنا أن نصف شيئا أو نقف على حكم شرعي فيه فننظر لكتاب الله وننظر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لنا مصدر آخر نتعلم منه ديننا إلا الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى السنة. فنجد الرسول عليه الصلاة والسلام حرص حرصا شديدا على أن يكون هناك مسجد. أول خطوة قام بها وهو داخل للمدينة مهاجرا من مكة، ولم يستقر بعد ولم يأخذ قسطا للراحة ولا شيء، كان الناس يأخذون بخطام الناقة ويقول لهم دعوها فإنها مأمورة. مأمورة من عندي من؟ من عند ربي الناقة، الله سبحانه وتعالى. حتى استقرت الناقة في مكان، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك المكان مسجدا يجمع فيه المسلمين المهاجرين والأنصار والوافدون الجدد الذين سيفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ليدخلوا في الإسلام أو ليدخلوا في التشاور والتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان المسجد يمثل القاعدة التي يستقبل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الوفود، القاعدة التي يلجأ إليها الصحابة رضي الله عنهم للاستفسار عن دينهم، القاعدة التي يلجأ إليها كل فرد من المجتمع. حتى لما أصاب الناس القحط وقل المطر، أين توجه الأعرابي يسأل الرسول الدعاء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه؟ لجأ إلى المسجد ودخل المسجد والرسول قائم يخطب الجمعة، وقال له يا رسول الله هلك الحرث والنسل إلى آخره، وطلب منه الدعاء أن يرحمهم الله بالغيث فأغاثهم الله. أين لجأ ذاك الرجل الذي كان محقون يعني مسرع، ويعني كما نقول بالدارجة زربان، وهو محقون بالبولي، شاف المسجد دخل ويجري، فبال في سارية من سواري المسجد، لأن المسجد كان بالحصباء وليس فيه حصير ولا زرابي، فبال فيه، فقام إليه الصحابة فعنفوه لا تفعل هذا في المسجد، فقال لا تجربوه، خليه على خاطره حتى يقضي حاجته، وقال وهذا يكفي هذا، أتوا بدلو من الماء فصبوه عليه، فلما فعلوا قال هذا يكفي هذا، يطهر المكان بالماء. أين حصل هذا؟ حصل في المسجد. نحن لا نقول ذلك على أن يأتي الإنسان ويتعسف عن المساجد اليوم، لأن اليوم اختلف الشأن، المساجد اليوم هي بالزراب وبالحصير، فلا يمكن أن نقبل أن يأتي للإنسان ويقضي حاجته فيها. والمساجد اليوم مجهزة بالمراحد، أماكن التي قد يتغوط فيها الناس أو يتبول موجودة الآن في المساجد. لكن فقط الشاهد عندنا أن هذا الأعرابي الذي يأتي من الصحراء دخل المسجد ومدروك، فعلم أن في المسجد رحمة، لما كان في ضيق، كان محقون وضيق، فلجأ إلى المسجد لعله يرحم نفسه فيه، وفعلا وجد الرسول به رحيما، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الآخرون عنفوه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اتركوه ونظفوا المكان بالماء، فأعجبه موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن فعلا وجد في المسجد رحمة. الصحابة لم يعذروه في فعله، ولم يعذروه أنه كان مضطرا عندما قضى حاجة، لأن المكان لم يكن فيه تجهيز للمراحد وبيت الخلاء، لكن الرسول عذره لأنه رحمة. فإذا الرحمة نجدها في المسجد. أين تعلم أبو أمامة الدعاء، دعاء قضاء سد الدين أو قضاء الديون؟ تعلمه في المسجد، وجده الرسول عليه الصلاة والسلام في ساعة غير ساعة الصلاة، قالوا ما تفعل هنا؟ وجده حزينا كئيبا مهموما مغموما، قال علي ديون فلجأت إلى بيت الله،
يتفكر ويدعو الله كيف يقضي دينه. فقال لو قلت 3 مرات عندما تستيقظ و3 مرات قبل أن تنام في المساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهري الرجال. علمه في المسجد، فأتى بالفائدة من المسجد، فكان يلجأ إليه المعسر، وكان إليه يلجأ الموسر، وكان إليه يلجأ الجاهل، ويلجأ العارف، ويلجأ المضطر، كل أصناف المجتمع وأطياف المجتمع كانت تلجأ للمسجد، لأن في المسجد تجد الجواب، في المسجد تجد الكفاية، في المسجد تجد ما يزيل عنها حيرتها. فمن ثم أرسل الله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى أن في المسجد يجتمع الرسول بالصحابة، ففعلا وجدهم مجتمعين، وتقدم وخرق الصفوف حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله. فمن المسجد تعلمنا نحن هذا الحديث، أي أنه حصل في المسجد، حتى نعلم أن للمسجد دوره. أما إذا صارت المساجد لا تؤدي دورها وأصبحت فعلا عبارة عن أماكن للكهنوت، ما معنى الكهنوت؟ يعبد فيها الله وتغلق، لا تفتح المساجد إلا للصلوات، إنما هذا من مخططات أن تقع الأمة في الجهل. فأصبح الاهتمام بالمدارس المنفصلة عن المساجد، ولا غرابة في ذلك، لأن انفصلت عن الدين فانفصلت عن المسجد. لما المدارس فصلوها عن المسجد، هذا فيه إشعار عن فصل العلم عن الدين. علماء الإسلام كلهم خريج المسجد، علماء الإسلام كلهم خريج المساجد. وإذا لم يصلح المسجد الأمة فلن تصلح الشواهد، ماشي لأن الإنسان يأتي شهادة من الشواهد العظمى من جامعات عظيمة في العالم، هذا دليل على صلاحه وتفوقه. الصلاح في المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صفات 4 ربطها الله بالمسجد بعمارته: الإيمان بالله، إتيان الزكاة، هذه من علامات المسجد، أنهم أناس إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. 4 صفات لا يمكن أن يحصلها الإنسان إلا في المسجد، وهي صفات التي تكون الشخصية المسلمة. نأخذها من أين؟ نأخذها من المسجد. المسجد تدخل إليه يفرض عليك انضباط، ما تلاحظ الآن نحن في الجمعة، الإنصات والاستماع والاهتمام وعدم التشويش، هذا كله في المسجد. المسجد يعلمنا خشية الله، المسجد يعلمنا ذكر الله، المسجد نصلي فيه، هذه الصفات التي حصرها الله. إنما يعمر مساجد الله، إنما حصر، وختمها: عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، بالهداية. إذن من دخل المسجد حصل على الهداية، والهداية لا تتم له إلا بهذه الصفات 4. المسجد دور كبير. فإذا قلت بأن اليوم المسجد هذا الدور لم يبقى يؤدى، المساجد أصبحت مقزمة ويقتصر العمل فيها على أداء الصلوات، ولهذا لا بد من إحياء المسجد. ومن أحيا مسجدا فقد أحيا أمة، والمسجد يحيى بالعلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم الرحمة، أو بالأول حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
هذه كذلك صفات أربع. أين؟ ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون. يتدارسون ما ذكر أهم شيء الذي منه ينبتق كل العلوم، تدارس القرآن وتلاوة القرآن والتدبر في القرآن، ليس كما يفعل بعض الناس اليوم يؤسسون أماكن صغيرة ليتدارسون فيها كتب مشايخهم ولا يدرسون فيها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يلتقون في المساجد ليتدارسون كتب المشايخ، ولن تجده يحوم حول القرآن ولن تجده يحوم حول السنة، كأن يأخذ كتاب رياض الصالحين مثلا، أو يأخذ صحيح البخاري أو مسلم ويقرأه، أو يأخذ كتاب يعني ما يسمى بالترهيب والترغيب. هنا كتب للسنة، القرآن والسنة، ويقرأها. لا تجد هذا اليوم. أصبح بعض الناس يستعملون المساجد لتعالى ندرس كتاب الشيخي والكتاب المؤلف الفلاني. لا، هذه البيوت هي بيوت الله، ولا يدرس فيها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. من أراد أن يحصل الإيمان ويكون من أهل العمارة ليفوز بالاهتداء، فعليه أن يتبع الخط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى ووضعه رب العالمين. هذا هو الخط في المساجد، هذا هو الخط. أبو هريرة عندما خرج للسوق وقال: أيها الناس، إن تركة الرسول توزع في المسجد، أتى الناس يركضون جريا إلى المسجد لينظروا في تركة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وجدوا شيئا، كانوا ينتظرون أموالا ملابس. قالوا: أين التركة؟ ما وجدوا إلا حلق الذكر. حلق الذكر، الناس جالسة كتعلم الدين، كتقرأ القرآن وكتقرأ السنة وكتفقه. فقالوا: أين التركة؟ قال: هذه تركة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، ومن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. تركة الأنبياء هي العلم، وتركة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن والسنة، القرآن والسنة. ومن ثم لما جاء جبريل جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأين؟ في المسجد، في المسجد. فدائم مركز، كما يقول الشيخ العلامة بن حمزة جزاه الله خير، مصطفى بن حمزة: إذا أردت أن تصلح حيا فابني فيه مسجدا. إذا بغينا نصلحوا وليداتنا نصلحهم عبر طريق المساجد، عن طريق المساجد يتعلمون القرآن ويتعلمون السنة ويتعلمون الأخلاق ويتعلمون الدين ويتعلمون تزكية الأنفس ويتعلمون كل ما يجعلهم هداة مهديين ويجعلهم على طريق الهداية في دين الله. هذا لا يتم إلا بالمسجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البقاع في الأرض المساجد، وشر البقاع في الأرض الأسواق. الأسواق. لماذا خير البقاع في الأرض المساجد؟ لأن فيها السجود، لأن فيها العلم، فيها الذكر. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يذكر في ملأ أعلى إلا أولئك الذين استحقوا أن يكونوا في تلك المرتبة. وأين تكون تلك المرتبة؟ في المسجد. وذكرهم الله في من؟ عند فين؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فعندما نجتمع في المسجد ونتدارس الدين ونستمع إلى خطبة أو موعظة، ونتجاوب فيما بيننا بآداب وأخلاق، ونزكي أنفسنا ونسجد لربنا ونعبده، الله سبحانه وتعالى يكون راض عنا، فتكون النتيجة ما هي؟ أن يذكرنا في الملأ الأعلى الذي هو ملأ الملائكة الأنوار المطهرون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو بعجالة مكانة المسجد، حتى أن الله سبحانه وتعالى وعد من بنى له مسجدا بنى له بيتا في الجنة.
فأسألك أخي المسلم، هل بيت في الجنة يمكن أن تحصل قيمته ببناء مكان في الأرض؟ لا يمكن. الجنة ثمنها غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة غالية. يمكن أن يكون الإنسان عنده الملايير، خزانة الدنيا كلها يملكها، لكن هل يملك قطعة صغيرة في الجنة؟ والله لا يملكها، إلا إذا أعطاه الله وتكرم عليها بها الرب سبحانه وتعالى. فتكرم الرب على المؤمنين، على المؤمنين المسلمين تكرما عظيما، فقال: من بنى لله مسجدا، أي من ساهم في بناء المسجد، فالله كيبني له بيت في الجنة. والبيت ديال الدنيا كيفنا، المساجد غتهدم، كل شيء غيتهدم عندما تنتهي الدنيا، كل شيء يهدم، لا يبقى في الأرض شيء. ولكن اللي في الجنة يبقى ولا ما يبقاش؟ نعم، الخلود. فهذا من كرم الله على عباده المسلمين. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، ويمن كتابنا، وإن توفيتنا توفنا مع الأبرار. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعين، ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه، ومن أراد بنا سوءا فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم إنا نسألك أنت القادر على الإجابة أن تجمع شمل أمة حبيبك. اللهم قوي شوكتها وانصرها على أعدائها، ورص صفوفها، ووحد كلمتها، وسدد رمية إخواننا في سوريا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم وفق إخواننا المسلمين في سوريا إلى التغلب على الطاغية الجبار. اللهم يا قاهر الجبابرة ويا كاسر الملوك والأقاصرة أكسر شوكته. اللهم إنا نسألك أن تقد ملكه من القواعد، اللهم قد ملكه من القواعد. اللهم كما شرد شعبه فشرده، اللهم كما قتلهم فاقتله، اللهم كما عذبهم فعذبه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، وانصرهم بجنودك التي لا ترى. اللهم انصر إخواننا بجنودك التي لا ترى، وكن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مجموعة من الأدعية أبدأ بالشكر الحار والتقدير لأخ اسمه البريكي، لعل الكثير منكم لا يعرفه، لكنه قام بجهد جبار عندما هدمنا واحد المبنى كان في الخلف، كان يعني مبني على طريقة غير قانونية، وكان لزاما علينا أن نهدمه قبل التوقيع ديال 100 سنة المسجد. طلبوا من إدارة المسجد أن يعود المسجد كما كان عليه عندما سلموه في 2004. Donc il y avait pour attendre la signature de 100 ans en fait 99 ans, il y avait une exigence. C'est que la mosquée redevient comme elle était quand les musulmans l'ont reçue en 2004. Et donc il y avait un bâtiment derrière, une dalle avec laquelle on couvrait pour les femmes en cas de chaleur ou de pluie ou d'intempérie.
mais ils ont exigé, parce qu'elle était faite non norme, hors norme, ils ont exigé qu'elle soit détruite. Alors il y a un ensemble des frères qui ont participé à la destruction. En une semaine, ils ont fini hier. Parmi eux, il s'appelle un frère qui s'appelle Briki. Presque 1700 euros. جاء يوم السبت الأحد بالمارتو بيكور ديالو يعني جزاه الله خير ورى الإخوة شنو يعملوا ومجموعة ديال الإخوة لا داعي أن أذكرهم بالأسماء كلهم ساهموا في هدم هذا المكان وحتى يتم تيسير للتوقيع فنسأل كل من مد يده يد العون بمأكل بمشرب بخدمة بسعيين لأن بعض الإخوة ما شاركوش في قضية الهدم ولكن شاركوا في المشي في السعي ها هو غادي ها هو جاي ها هو مشي يجيب الغازوال ها هو مشي يجيب فكل إخوة حتى اللي شاركوا بالدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيب الجميع وأن يتقبل منهم عملهم وأن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يقبل منهم جهدهم وأن يجعل هذا الجهد الذي قاموا به في هذا المكان يجعله جهدا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى شاب كذلك توفيت جدته فنسأل الله العظيم أن يرحمها اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها وأخ يدعو لأبيه مريض فنسأل الله أن يشافيه ويعافيه اللهم رب الناس ذي البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك واشف أن لا يغادر سقمه وأخ لنا كذلك درع عملية جراحية كذلك نسأله أن تكون هذه العملية طهورة له فشافاه الله وعافاه ودعاء لسيد أولادها في السجن فنسأل الله أن يفرج عنها وعن أولادها اللهم ردهم إليها سالمين غانمين وردهم خاصة إليها تائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والسيدة تصدقت ب 400 أورو قالت لي سمعت النداء ذاك النهار ما كملتوش الحساب ديال الإمام وديال العساس فتصدقت ب 400 أورو فجعلها الله في ميزان حسناتها وأخ تصدق بشيك ديال 500 أورو فتقبل الله من الجميع وإلا نسيت شي حد فالله سبحانه وتعالى لا ينساه يعلم فنسأل الله أن يحقق لكل مسلم رجاءه ويحقق له دعاءه وأن لا يترك في هذا المقام ولا غيره مسلما عنده حاجة فيها مرضاة الله إلا ويحققها له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد الصلاة إسلام امرأتين مسلمتين إن شاء الله.